Hello everyone, مرحبا بكم في فيديو تعليمي جديد. درس الإنجليزية نتاعنا تاع اليوم هو من الدروس الجد مهمة خصوصا للمستوى الثانوي، ويشكل واحد من الأسئلة اللي ديما يطيحوا في امتحان البكالوريا. واسم هو هذا الدرس Our Lesson Reported Speech. We may also call it Direct and Indirect Speech. يعني هادو هما التسميات اللي نسميو بهم الدرس تاعنا تاع اليوم. إذا تبعوا معايا مليح باش تفهموا واش هو المقصود Direct and Indirect Speech. وقبل ما نبداو ما تنساوش الاشتراك ومتابعة القناة، ويلا نبداو درسنا مع بعض. Let's start our lesson. كما قلت لكم هذا واحد من الدروس اللي جد مهمة في اللغة الإنجليزية، ورايحين نفهموه الآن جزء بجزء. We're going to start with direct speech. واش نقصدو به؟ نقصدو به الكلام المباشر. مثلا راك مع زملائك في القسم وقال لكم الأستاذ تاعكم نقلوا واش مكتوب في السبورة قبل ما نمحيها. الكلام اللي قاله لكم أستاذكم هو عبارة عن كلام مباشر direct speech. لكن نفرضوا الزميل اللي يقعد قدامك ما سمعش واسم قال لكم الأستاذ وسقساك باش تعاود له واسم قال لكم، كيفاش تجاوبه؟ تقول له قال لنا الأستاذ كتبوا واش راه في السبورة قبل ما نمحيها. هنا واش درت انت؟ وصلت له الكلام تاع الأستاذ بطريقة غير مباشرة، وهذا هو اللي نسميوه indirect speech. ونقدروا كذلك نسميوه reported speech. إذا كخلاصة صغيرة، direct speech هو عبارة عن الكلام المباشر، واللي العكس نتاعه هو indirect speech، الكلام الغير مباشر، ولكذلك نقدروا نسميوه reported speech. وفي اللغة الإنجليزية كاين طريقة باش ننتقلو from direct speech to indirect speech، رايحين نشوفوها في الفيديو اليوم. في direct speech الجمل تكون مكتوبة بشكل محدد كما في الأسفل، John says colon quotation marks، وبال quotation marks رانا كاتبين الجملة أو المقولة اللي قالها لنا هذاك الشخص. إذا في الطريقة المباشرة ديما تصيبوا النقطتين وعلامات الاقتباس، وبيناتهم تكون مكتوبة المقولة اللي قالها الشخص هذاك. وكي نحولوا from direct to indirect speech هذوك النقطتين وعلامات الاقتباس رايحين يروحوا يتسوبريماو، ونربلاسيوهم بكلمة that وتجعلنا الجملة John says that، ونكملوا المقولة نتاعه بشكل غير مباشر، وهنا راح تكون بعض التغييرات، وهاد التغييرات رايحين نشوفوهم في هذا الفيديو ان شاء الله. اعطيتكم الان فكره عن درسنا باللغه العربيه، يلا ننتقلوا ونشوفوه ايتاب با ايتاب. When do we use reported speech؟ يعني فوق نستعملوه. When someone says a statement and then later we want to tell someone else what the first one said. اذا كما فهمتكم قبيل نستعملوه كي نكونوا نحكيوا مع شخص ما، ومن بعد نكونوا باغيين نخبروا شخص آخر واسم قال لنا. When reporting a statement we use one of the following verbs، يعني نستخدم واحد من الأفعال التالية: say, tell, ask, order, advise. وكاين أفعال أخرى لكن هادو هما أغلب الأفعال اللي نستخدموهم بزاف، وتستخدموا خصوصا say, tell and ask، هادو هما الثلاثة اللي نخدمو بهم بزاف، لكن إلا سبتو واحد آخرين عادي. هاد الأفعال كيفاش نسميوهم؟ نسميوهم reporting verbs، يعني الأفعال اللي نستخدموها كي ننقلو الكلام. When reporting a statement we have two rules to follow، يعني كاين زوج تاع القواعد لازم نتبعو وحدة فيهم. القاعدة الأولى نتبعوها كي يكون the reporting verb in the present، وجنرالمون هي اللي ما يكونش فيها صعوبات لأنها سهلة نوعا ما، ما فيهاش تغييرات بزاف. والقاعدة الثانية نتبعوها كي يكون the reporting verb in the past، وهنا ما راحش نقول عليها أنها صعبة وإنما فيها تغييرات شوية بزاف على الأولى. في الفيديو تاع اليوم إن شاء الله راح نشوف القاعدة الأولى كي يكون the reporting verb in the present. First, when the reporting verb is in the present what are we going to do؟ واش رايحين نديرو؟ We're going to keep the same tenses, no change، معناها رايحين نخليو نفس التصريفات أو الأزمنة اللي استعملهم الشخص كي كان يحكي، ما رايحينش نبدلوهم، عليها أغلب التلاميذ يصابوا هاد القاعدة سهلة.
لكن التغييرات اللي راح تكون هي التغييرات في الضمائر pronouns. تبعوا معي في الأسفل تشوفوا بعض التغييرات. I ترجع he or she. You تصبح I or we. He, she and it هادو يقعدوا كيما هما no change. My تصبح his or her. Your تصبح my or our. His, her هادو يقعدوا تاني هما no change. إذا لاحظتوا بلي الضمائر تاع المخاطب وتاع المتكلم هما اللي يتبدلوا، لكن ضمائر الغائب يقعدوا هما. وما تتقلقوش، حتى احنا كأساتذة في البداية كان هذا الدرس يجينا صعب بعض الشيء، لكن بالمساعدة تاع الأساتذة اللي كانوا يقرونا رجع هذا الدرس واحد من الدروس المفضلة عندنا. ننتقلوا الآن لبعض الأمثلة وفيهم رايحين تفهموا كيفاش طبقنا القاعدة هذه. The first example. أحمد says I'm going to play football. هذه الجملة راها في direct speech. كيفاش عرفناها؟ عرفناها باستخدام النقطتين وعلامات الاقتباس، هما اللي بينونا. والآن راح نحولها from direct to indirect. الحاجة الأولى اللي قلناها واسم هي النقطتين وعلامات الاقتباس رايحين يطيروا ونروم بلاسيوهم كلمات ذات. والجزء الأول هذاك اللي راه في بداية أحمد ساز اللي فيه the reporting verb يقعد كيما هو ما يتغيرش. بغى الفعل يكون in the present or in the past، هذاك يقعد هو. يعني راح نكتبو أحمد says that. والتغيير فين يكون في الجملة اللي راها بين علامات الاقتباس. إلا راكم تلاحظوا عندنا I'm going، واسمه هذا التصريف It's the present continuous. الدرس نتاع التصريف راه بالكامل مشروح في القناة. التصريف هذا كي نقلبو from direct to indirect ما راحش يتبدل، راح يقعد هو present continuous present continuous. واسم هو اللي راح يتغير لنا، راح يتغير لنا الفاعل the pronoun I. لكن هنا بويسك عندنا أحمد راح نستعمله he، وما راحش تبقى لنا I am going، راح ترجع لنا he is going. يعني هنا خلينا نفس التصريف the present continuous، بس حكي قلبنا الفاعل from I to he هنا يتغير بعض الشيء. الام هذيك مع اللي نستخدموها مع الاي ترجع لنا is، باسكو هي تتمشى معها is. وهكذا تصبح الجملة أحمد says that he is going to play football. وهكذا نكون حولنا هذه الجملة from direct to indirect speech. The following example. She says I like ice cream. قلنا باللي الجزء الأول يقعد هو. She says تبقى هي. She says. يعني راح تصبح عندنا she says that. الجملة اللي في الوسط الفعل نتاعها I like راه in the present simple، وقلنا باللي tenses يبقاو هما من دون تغيير. واسم رايحين نغيره فقط الضمير the pronoun I. قلنا I يرجع لنا يا هي يا شي. وهنا في بداية الجملة قالوا لنا شي، إذا هذيك I نردوها شي هي. ومع هي she and it في present simple نزيدو s للverb، يعني ما نقولوش she like نقولو she likes. وبالتالي تصبح الجملة she says that she likes ice cream. والدرس نتاع the present simple راه مشروح بالكامل في القناة، تقدروا تروحوا وتشوفوا الفيديو هذا وتفهموه مليح. إذا كان هذا هو الجزء الأول تاع درسنا، كيكون الفعل the reporting verb in the present كيكون في الحاضر. في الجزء المقبل بحول الله رايحين نشوفوا كيكون هذا الفعل في الزمن الماضي، التغييرات اللي يصراو. رايحين نشوفوا التغييرات في الأزمنة وكذلك الكلمات اللي رايحين يتبدلوا، ما رايحين يبقوا هما. انا ما بغيتش نمد لكم المعلومات كامل ضربة واحدة، فضلت اني نقسمهم هكا باش كل جزء تفهموه وحده، هكذا ما يجيكمش الدرس صعيب من كثرة القواعد اللي فيه. في الاخر ما بقى لي غير نقول لكم تبقوا على خير، نتلقاو في الجزء المقبل من هذا الدرس بحول الله. Thank you guys for watching and see you next time. Goodbye.